بكم، مرحبا بجوهرة اف ام. قبل كل شيء كشريك اعلامي حاجه شرف كبير ياسر باش جوهرة اف ام تواكب الحدث هذا، حدث زواج من الاكله التقليديه المعروفه من جهه صفاقس. انطلقت بها معناها من صفاقس كاكله تقليديه، اكله معناها ثقافيه ولات مسجله من عام 2008 في الملكيه الصناعيه. هنا نحب نقول للناس كل اللي يحب جواج ما عليه، كان شعر جواج من الحشيشه. جواج من الحشيشه هي المعروفه تو عندنا، لي تروا لي تروا بون دو فونت معروفين في صفاقس، في سوسه، في العوينه. هنا نقول للعباد اللي يحب يتبنى بالمجات كاس جواج، والله جواج من بلايص اخرين ربي يعاونهم. ناس دخلاء، ناس تستغل معناها في الاسم، لكن معناها النكهه الحقيقيه والمذاق الاصلي هو عند جواج من الحشيشه. علاش؟ خاطر فيها صنعه، فيها بصمه، فيها يوغورت دياري سبيسيال اللي احنا ابتكرناه، اللي احنا صنعناه، اللي احنا طورناه. وصلنا المعلومه هذه معناها للحرفاء، للزبائن، باش يعرف ايش معناها الاكله التقليديه جواج. طورنا الاكله التقليديه هذه، دخلناها في البسايس والمعاجن. عندنا بسيس القمح، بسيس الجلجلان، الزقوق والجلجلان، اخر ابتكارات عملنا جواجم سيد الرجال. سيد الرجال هذه متكونه من الدقله الرفيعه، الدقله التونسيه، دخلنا عليها الجلجلان، معروف منافعها، اللوز، البوفريوه، الزنجبيل، منافعه معناها معروفه علميا وطبيا. ديما الناس الكل معناها تنصح باش يستعملوا الزنجبيل، قلنا علاش لا، ما ندخلوهاش وسط الاكله التقليديه. واخر طلع عملنا الماريشال. الماريشال هذه ننصح بها الصغار الكبار، اللي ما فيها من التركيبه، من الزبيب، من الشوكولاته، من القمح، من الجلجلان، اللوز، زيت زيتونه. والله شعارنا احنا، شعارنا ديجا انطلقنا به، احنا الاصل والباقي تقليد. وتوا نحبوا شعار جديد، فهمت؟ مش كل مدور كاك ومش كل جواجه محشيشه. البنات الاخت فاطمه مستثمره، الاخت نور مستثمره كيف كيف، استحسنوا الفكره، علمناهم الصنعه، وصلنا لهم المعلومه، تبارك الله عليهم. تو بدون مجامله تبارك الله، يمكن معناها ولاو معلميه في الجواجه زاد كيف كيف. الافكار الجديده ديما منطلقه من المعلم، فهمت ولا؟ ديما منطلقه من المعلم. المهم وقت نقول معلم مش معلم معنا دون لو سونس، معنا المعلم ستادير معنا بون. الحمد لله معنا ربي وفقنا باش معناتها نطوروا الاكله هذه، فهمت؟ لكن تبارك الله عليهم، هما معناها مثقفين، قاريين، مترزين. احنا اليوم ان شاء الله عملنا هذا ليفينمون باش نظهروا لي القام نتاعنا الجديده نتاع البسيس، الماريشال، وسيد الرجال، والزرير الجديد. حبينا ندخلوا 2018 بحاجه جديده، وان شاء الله مازلنا القدام.